يلتقي اليوم منتخبنا الوطني مع نظيره غانا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا 2023. وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم روي فيتوريا أن مباراة غانا ستكون صعبة، مشيرا إلى أن المنتخب يعلم ما يجب عليه أن يفعله. وكان المنتخب الوطني تعادل أمام موزمبيق 2-2 في الجولة الأولى بالمجموعة.